أخيرا وزي ما معودين حضراتكم دايما بالتوصيات، فيلقي توصيات الملتقى الثاني للمسؤولية المجتمعية بالمحافظات سيد الأستاذ حسن مصطفى رئيس الملتقى السنوي للمسؤولية المجتمعية. تفضل يا فندم، توصيات الخاصة بالملتقى. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الحضور، أشكركم جميعا على تلبية الدعوة بحضور الملتقى الثاني للمسؤولية المجتمعية بمحافظة بورسعيد والخاص بإقليم قناة السويس. تحياتي لكل من شارك سواء من القطاع الحكومي أو من قطاع الأعمال أو من المجتمع المدني أو من المهتمين أو الخبراء بالعمل التنموي والتنمية المستدامة في مصر. يسعدني الإفصاح عن التوصيات الخاصة بالملتقى السنوي الثاني للمسؤولية المجتمعية ببورسعيد. أولا، أثناء الكلمات الافتتاحية توجه بالشكر السيد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بإرسال رسالة قوية جدا للقطاع الخاص، وهي الوزارة على أتم استعداد بالتعاون مع القطاع الخاص والمشاركة خطوة بخطوة في أي مشروع تنموي في إقليم القناة، ودي مبادرة قوية جدا من الحكومة. في خلال الجلسة الثانية طلعنا بتوصية قابلة على التنفيذ على أرض الواقع في أسرع وقت وخلال فترة زمنية قريبة جدا، وتكرم بها السيد الأستاذ عمرو السجيني رئيس جمعية شباب الأعمال، وهي متعلقة بقطاع التعليم. من أهم التوصيات الخاصة بالملتقى الاهتمام في إقليم القناة وخاصة بورسعيد بالتدريب من أجل التشغيل، التدريب من أجل الإنتاج، والتعليم إن لم تكن متوفرة له إدارة متطورة فالنتائج قد تكون متدهورة. ولذلك هناك مبادرة من السيد عمرو السجيني للدخول في تطوير وتدريب وتعليم الكوادر العاملة بمجال التعليم في إقليم القناة وتزويدها بكافة المقترحات والاستشارات لتطوير تلك المنظومة دعما للإقليم. التوصية الثالثة، أهمية الـR&D. الـR&D هو المحور الرئيسي لحدوث أي جروث في أي مشروع قائم، ومن هنا تم إتاحة فرص للتدريب لخريجي الصيدلة من أبناء إقليم القناة وخاصة محافظة بورسعيد للتدريب ومن أجل التشغيل في مصنع IDI وهو من أكبر المصانع العاملة بمجال الأدوية الطبية. التوصية الأخيرة متعلقة بقطاع الصحة. قطاع الصحة طبعا في مبادرة سيادة الرئيس المسح الشامل وابتدت في بورسعيد. تكرم رئيس مجلس إدارة شركة IDI بتوفير الأدوية المطلوبة
للقافلات الطبية الخاصة بالإقليم. أخيرا أشكركم على حضوركم وانتظاركم معنا لآخر اليوم، شكرا جزيلا، وأتمنى لقاء قريب بإذن الله. شكرا.